السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware vSphere 7. استكمالا لموضوع الـ Virtual Switch أو الـ vSphere Virtual Network، احنا طبعا كنا اتكلمنا قبل كده في أنواع الـ Virtual Switch اللي هتقابلنا في الـ vSphere، وقلنا على مستوى الـ vSphere بيكون عندنا نوعين من الـ Virtual Switch اللي هو الـ Standard Switch والـ Distributed Switch. قلنا ايا كان النوع اللي هو الستاندر او الديستريبيوتد هو بيتكون من ثلاث حاجات اللي هو الفيرتشوال سويتش كونكشن. طيب قلنا الثلاثه كونكشن اللي موجودين اللي هم يعتبر الابلينك، ده اللي يعتبر الفيزيكال نتورك ادابتور اللي على مستوى الاي 6 اي اللي بيكون مضاف للفيرتشوال سويتش ايا كان سواء ستاندر او ديستريبيوتد. النوع الثاني عندنا في الكونكشن تايب اللي هو الفيرتشوال ماشين بروتوجروب، وقلنا ده الترافيك الخاص بالفيرتشوال ماشين وتقدر تكريت اكتر من فيرتشوال ماشين بروتوجروب حسب الاحتياج. والمكون الثالث عندنا اللي هو الفي ام كيرنل بورت، وقلنا الفي ام كيرنل بورت ده خاص ببعض السيرفيس اللي على مستوى الاي 6 اي اللي هتخص الاي 6 اي في حد ذاته. طبعا احنا قبل كده كنا شرحنا في الفيديوهات اللي قبل كده ازاي نكريت بورتو جروب، ازاي نكريت فيرتشوال ستاندرد سويتش جديد. النهارده ان شاء الله عايزين نبدا نتكلم في موضوع الفي ام كيرنل بورت. زي ما قلنا الفي ام كيرنل بورت بكل بساطه هو مسؤول عن سيرفيسز تخص الاي 6 اي في حد ذاته. ليه بنقول تخص الاي 6 اي؟ لان هي مش هتخص مثلا ترافيك خاص بالفيرتشوال ماشين اللي على الاي 6 اي. لو شيء يخص الترافيك الخاص بالفيرتشوال ماشين اللي موجود على الاي 6 اي ده خلاص احنا يكفي بالنسبه لنا ان احنا بنكريت له فيرتشوال ماشين بورت جروب واديت سيتنج على مستوى الفيرتشوال ماشين ونديها البورت جروب اللي اتكريت عندنا. لكن في بعض السيرفيس اللي بتكون على مستوى الاي 6 اي وحسب الاحتياج احنا بنبدا نكريتها فبالتالي بنستفاد منها. طبعا باي ديفولت في سيرفيس منهم موجوده اللي هي الاي 6 اي مانجمنت، استحاله اي اي 6 اي يشتغل بدون السيرفيس دي. ليه؟ لان دي اللي مسؤوله عن عمليه الوصول للاي 6 اي. بمعنى حاليا احنا بعد ما عملنا ديبلويمنت مثلا في للاي 6 اي وحابب ان انا اوصل له وكونكت عليه علشان ابدا مثلا كاريت فيرتشوال ماشين او اعمل اي كونفيجريشن عليه، احنا زي ما شفنا ان احنا بنكونكت عليه ريموتلي عن طريق صفحه ويب براوزر. طب ازاي انا قدرت اوصل له؟ ان احنا ادينا له اي بي، وعن طريق السيرفيس اللي هي الاي 6 اي مانجمنت انا بقدر افتح الانترفيس الخاص بالاي 6 اي وابدا بقى اشتغل عليه عادي. بالاضافه ان نفس فكره نفس الاي 6 اي مانجمنت السيرفيس دي هي اللي مسؤوله عن عمليه الكوميونيكيشن ما بين الاي 6 اي والفي سنتر بعد كده في حاله لو الاي 6 اي ده انضاف للفي سنتر. فبالتالي دي سيرفيس تخص الاي 6 اي في حد ذاته، وبدونها الاي 6 اي طبيعي مش هنقدر نوصل له. علشان كده زي ما قلنا دي باي ديفولت بتكون انستولد وكونفيجر. لكن في سيرفيسز ثانيه دي اوبشنال بالنسبه لك، يعني مش بالضروره ان انت هتحتاجهم. حوالي 8 سيرفيس، يعني اشهرهم للاي 6 اي مانجمنت دي اللي هو موجوده باي ديفولت على اي 6 اي، في بعد كده في حاجه اسمها الفي موشن، في سان فول ترور سيرفيس، في ريبليكيشن، اي بي ستورج وغيرها. اللي مشهورين جدا وحتى احنا في خلال الكورس الفي سفير يعني هنحتاجهم ونمر عليهم واحده واحده كده، اللي هي يعتبر الفي موشن والفول تولرانس والفي سين. طيب السيرفيس دي كلها بقى علشان نقدر نعمل لها انيبل على مستوى الاي 6 اي والكونفيجرها ونقدر نستفيد منها، احنا لازم نيجي على مستوى الفيرتشوال سويتش واكريت في ام كيرنل بورت، سواء هو فيرتشوال ستاندرد سويتش او ديستريبيوتد سويتش، هي نفس الايه نفس الكونسبت، هي اختلاف بس طريقه الكونفيجريشن في الستاندرد سويتش عن الديستريبيوتد سويتش. طبعا احنا النهارده هنتكلم ان احنا نكونفيجر الفي ام كيرنل بورت على مستوى الستاندرد سويتش. ان شاء الله الفيديوهات الجايه لما نبدا ناخد الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش هنشرح الفكره بتاعتها وطريقه الكونفيجريشن الخاصه بيها. طيب بالإضافة في نقطة مهمة جدا بقى بمختلفة اختلاف كبير جدا، لو جينا حبينا برضو نقارن أو نعمل كده مقارنة ما بين الـ VM Kernel Port والـ Virtual Machine Port Group، إن الـ VM Kernel Port أي سيرفيس من هنا أنا هحتاج إن أنا هعمل لها Enable لازم يكون لها IP خاص بيها.
زي ايه؟ احنا قلنا الاس اكس اي مانجمنت هو ده اللي احنا بنكونكت على الاس اكس اي، فبالتالي لازم يكون الاس اكس اي ليه اي بي، ليه؟ علشان اقدر اوصل للاس اكس اي الخاص بينا. انما لما جينا قبل كده لكارت مثلا فيرتشوال ماشين بورت جروب، هل احتاجنا ان احنا كل بورت جروب يكون ليه اي بي؟ لا، الفيرتشوال ماشين بورت جروب ما بتحتاجش خالص ان يكون ليها اي بات، مع ان هي هتخدم نتورك وترافيك لكن ما بيحتاجش يكون ليها اي بي. لكن الفي ام كيرنل بورت لازم كل سيرفيس دي على مستوى الاس اكس اي يكون ليها اي بي خاص بيها. ممكن يكونوا كلهم من نفس السبنت مفيش مشكله، ممكن يكونوا في ديفرنت سبنت، هو ده طبعا الريكومندد وده البيست براكتس. لكن النقطه اللي لازم تكون عارفها ان هو لازم كل سيرفيس من دي او كل في ام كيرنل بورت سيرفيس هنعمل لها انيبل لازم تكون مجهز لها اي بي. بمعنى ان انا دلوقتي مثلا لو عايز اشغل حاجه زي الفي موشن، ودي اللي مسؤول عن اللايف مايجريشن، وطبعا ده نشرحها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله، لو عندي 10 اس اكس اي يبقى انا احتاج كده 10 اي بي. ليه؟ كل اس اكس اي هعمل انيبل للفي موشن عليه احط له اي بي. نفس الاس اكس اي مانجمنت، لو انا عندي 10 اس اكس اي فبالتالي كل اس اكس اي هيبقى ليه اي بي للمانجمنت ان انا اقدر اكونكت عليه. طبعا زي ما قلنا الاس اكس اي مانجمنت اوريدي باي ديفولت كونفيجر. نرجع للسيناريو اللي احنا كنا او السؤال اللي احنا قلناه قبل كده وجبنا عليه اكتر من مرة، هل الفيرتشوال سويتش اللي عندي سواء ستاندر او ديستريبيوتد بيكون عليه التلاتة سيرفيس ده؟ احنا قلنا ان الفيرتشوال ستاندر سويتش اللي هو الفي سويتش زيرو اللي هو اصلا اوريدي كرييتد وكونفيجر باي ديفولت اصلا ونزل على اس اكس اي باي ديفولت، وبيكون موجود فيه او موجود عليه التلاتة كونكشن تايب بتوعنا. لكن انت تقدر بعد كده تعمل سويتش تاني للفي ام كيرنل سيرفيس، بس سويتش تاني للفيرتشوال ماشين بورت جروب، وفي كلا الحالتين لازم تستعمل لكل سويتش منهم على الاقل ابلينك او اكتر عشان يكونكت على الفيزيكال انفايرمنت. طيب لو انا حابب حاليا اشوف الاس اكس اي اللي عندي ايه هي الفي ام كيرنل سيرفيس اللي كونفيجر عليه، نشوف الكلام ده كده بكل بساطه. لو دخلنا على اللاب الخاص بينا، ده طبعا ده الفي سنتر اللي عندنا اللي هو الاي بي بتاعه 110، ومثلا الاثنين هوست اللي عندنا اللي هو 111 و112. هنشوف برضو زي ما اتعودنا كده مثلا احنا التركيز النهارده الفي ام كيرنل على مستوى الستاندر سويتش، هنشوف الشكل بتاعه من خلال الاس اكس اي دايركت ومن خلال الفي سنتر. لو جينا على مستوى الاس اكس اي وجينا في الجزئيه بتاعت النتوركينج، هنا هنلاقي في جزء كامل هنا اسمه في ام كيرنل ان اي سيز. طيب الفي ام كيرنل بورتس اللي هنا باي ديفولت انت هتلاقي فيه اتليست واحده، ودي استحاله زي ما قلنا الاس اكس اي يشتغل من غيرها، لان بدون دي احنا مش هنقدر اصلا نفتح الويب انترفيس ده، هتلاقي متكريته كده. البورت جروب هو باي ديفولت النيم بتاعه بيبقى اسمه مانجمنت نتورك، السيرفيس اللي عليه بقى المانجمنت اللي هي الاس اكس اي مانجمنت، ونلاحظ هنا ان بيكون ليها اي بي. طبعا ينفع تشتغل اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6، لكن احنا طبعا حاليا بنعتمد على اي بي فيرجن 4 فقط. طيب فده كده زي ما قلنا الفي ام كيرنل اللي هي الباي ديفولت ميت كاريتها عندك. ولو رحنا طبعا على السويتش اللي عندنا، لو جينا على الفي سويتش 0 طبعا 1 و2 ده اللي احنا كريتناه في المرات اللي قبل كده، لو جينا في في سويتش 0 وشفنا الشكل بتاعه كده هتلاقي فوق هنا كل يعني على اليمين الجزء اللي هو الابلينك اللي هم الفيزيكال ادابتور الاثنين نتورك انترفيس اللي احنا ضايفينهم، على الشمال هنا هتلاقي كل الفيرتشوال ماشين بورت جروب وكل الفي ام كيرنل بورت. طب اعرفها ازاي؟ ده هتلاقي مكتوب لك هنا فيرتشوال ماشين وهتلاقي منضاف لك اسم الفيرتشوال ماشين، انما لو حاجه في ام كيرنل اهي بتلاقي مكتوب في ام كيرنل بورت، وهو حاليا بس المانجمنت نتورك اللي هي الاي اس اكس اي مانجمنت، وهتلاحظ هنا ان هو واخد اي بي. انما الفيرتشوال ماشين بورت جروب مثلا الابلكيشن والداتا بيز دي اللي احنا كريتناها ولوب المره اللي فاتت اهي ما فيش مالهاش اي بي، وده شيء طبيعي يعني ده من ضمن الاختلافات زي ما احنا قلنا من شويه. لو رحنا مثلا على الاس اكس اي اللي هو ال 112 هتلاقي نفس الفكره، لو جينا في النتوركينج هتلاقي هنا في الفي ام كيرنل برضه المانجمنت نتورك موجود، لكن طبعا هتلاقي الاختلاف بس ان ايه اي بي مختلف، لان كل اس اكس اي لازم يكون ليه اي بي مختلف. ولو جينا على السويتش اللي عندنا احنا عندنا بس في سويتش 0 هنا هتلاقي برضه اهوت المانجمنت نتورك واخده الاي بي ده اللي هو الاي بي الخاص بالاي اس اكس ار. طب لو حبينا نشوف الكلام ده من خلال الفي سنتر ونشوف نقدر نوصل له ازاي، طبعا لان احنا هنستعمل ستاندر سويتش فبتسلكت الهوست اللي انت محتاجه، بتيجي في الكونفيجر تلاقي في الجزء اللي هو بتاع النتورك
هتلاقي في جزء كامل اسمه ال VM Kernel Adapter. نفس الشيء المانجمنت نتورك على في سويتش 0 الاي بي ال ايه 111، ايه الانيبل سيرفيس اللي عليه؟ المانجمنت. بعد كده هنشوف لو انت مكرت مثلا في موشن، في سان، فول تولرنس، غيره من السيرفيس دي، هتلاقي موجود الاسم بتاعها. طبعا كل السيرفيس دي زي ما قلنا يعني حتى الان الاسامي ديت مبهمه بالنسبه ليكم، يعني ايه في موشن، يعني ايه فول تولرنس، يعني ايه في سان، لكن الكلام ده كله ان شاء الله هنشرحه بعد كده بالتفاصيل. وقتها لما نيجي نشرح الكلام ده هقول لك كبري ريكويز انت لازم تكون مكرت الفي ام كيرنل ادابتر او في ام كيرنل بورت ليها. فهتلاقي ان الموضوع كلها زي ما قلنا ايه بتبقى مترتبه على بعض. لو ما انتش كنت ملم بالموضوع بتاع الفيرتشوال نتورك هتيجي في الموضوع اللي هي مثلا في واحنا بنشرح الفي سان، واحنا بنشرح الفول تورنس، الفي موشن، هتلاقي فيه ان في جزء كبير فيه جاب، فلازم الموضوع ايه نتابعها مع بعض. طيب فده كده على المستوى الاي 6 اي لام من لو من خلال الفي سنتر بتلاقي فيه جزء كامل في النتوركينج اسمه في يمكن الادابتور موجود فيه هنا التفاصيل بتاعتنا وكل الفيم. طبعا انت تقدر تضيف على نفس الوسط اكتر من فيم كيرنل ادابتور زي ما تحب، مفيش مشكله وحسب الاحتياج بالنسبه لك. طيب نفس الشيء على الهوست 112 نفس الشكل مفيش اي مشكله. طيب لو حبينا بقى دلوقتي نقول عايزين نكريت فيم كيرنل بورت جديد، يعني كمثال هنستعمل مثلا عندنا حاجه زي الفي سان مثلا. الفي سان يعني طبعا هنشرحها بعد كده بالتفصيل، لكن كبري ريكويست بالنسبه لها وشرط اساسي بالنسبه لها لازم يكون عندك في امكن البورت على كل اي اس اكس اي هيستعمل او هتنيبل عليه الفي سان. فبالتالي لازم تكريت الفيرتشوال ماشين او تكريت في امكن البورت على كل اي اس اكس اي وتدي له اي بي من ضمن بقى السبنت اللي انت هتكون مجهزه للكلام. طبعا زي ما قلنا انت ممكن كل الفي ام كيرنل بورت تبقى في نفس سبنت واحد، طبعا كل واحد هتاخد اي بي مختلف يعني، لكن ده طبعا نوت ريكومندد خالص، وانما البيست براكتس والافضل ان يكون كل في ام كيرنل بورت بيخدم سيرفيس مختلفه لسبنت مختلف بفيلان مختلف. ليه؟ لان الحاجات دي بتعمل عليها لود كتير في النتورك، فيفضل الكلام ده عشان ما ياثرش على النتورك عندك. ده كان من ناحيه البيست براكتس، لكن لو انت عندك سبنت واحد شغال بيه خلاص مش مشكله، يعني ما فيش اي تعارض او هيرفض الموضوع. طيب لو حبينا بقى نجرب كده نكريت في ام كيرنل بورت جديد، هنجرب برضو من ناحيه الاي 6 اي دايركت وبعد كده من ناحيه الفي سنتر عشان نشوف الاثنين انترفيس. لو جينا هنا نفس الموضوع في النتوركينج في الفي ام الفي ام كيرنل هتلاقي مكتوب هنا بسيط كده اد في ام كيرنل نتورك. لو فتحناها كده هتلاقي هنا مدينا الاسم بتاعها، تكتب الاسم اللي تحبه يعني، ما الاسم ده حسب ما يوضح لك السيرفس. احنا هنا بنوضح بنكتب الاسم، يعني مثلا لو جينا زي ما قلنا مثلا ده هيبقى في سان مثلا هسميه كده بورت مثلا. هنلاحظ ان انا بقول لك هتكريته على انهي سويتش، لان مثلا اي 6 اي ده لان عليه اكتر من سويتش، فبالتالي انت ممكن تقول انا هعمل السويتش ده واحد او اتنين هو اللي هيبقى مثلا عليه او زيرو، يعني زي ما تحب. جميل، حسب الاحتياج يعني. طيب فانت بتختار السويتش اللي انت محتاجه. لو في سبنت مختلف ولا فيلان اي دي وكده برضه بتدي له الفيلان اي دي، نفس الكونسبت بتاع الفيرتشوال ماشين بورت جروب، وده اللي في الغالب في الواقع العملي يعني، دايما بتكون كل سبنت او نتورك عندك منفصله بيكون لها فيلان اي دي خاص بيها، فبتكتبه الامبيوت ديفولت. الديفولت بتاعنا 1600 ب 1500 بتسيبه زي ما هو. طبعا احنا دلوقتي هنستعمل الاي بي زي ما قلنا، هو ممكن سبورت اي بي فيرجن 4 بس او اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6، لكن احنا هنكتفي ب اي بي فيرجن 4. طيب زي ما قلنا ان الاي 6 اي لازم ياخد اي بي للسيرفيس دي، فبالتالي انت ممكن تعتمد على دي اتش سي بي عندك او تستعمل ستاتيك يعني تدي له اي بي. طبعا الافضل ان انت تستعمل ستاتيك، يعني بصراحه انا عمري ما شفت حد يستعمل دي اتش سي بي، لان دي اتش سي بي الاي بي هيتغير الكلام ده، لو دي اتش سي بي فيه مشكله يبقى السيرفيس هتقف. فدايما السيرفرات عندنا دايما بنديها ستاتيك اي بي، فبالتالي ما دام قلت له ستاتيك يبقى لازم تفتح بقى القايمه اللي هنا دي وندي له الاي بي. طيب على فرض ان انا مثلا عامل سبنت تاني خالص للنتورك الفي سان كمثال، يعني هي مش عنديش اصلا نتورك تانيه بس احنا ك
مثال كده عشان يبقى اقرب للواقع العملي. فاقول مثلا 10 دوت 10 دوت 10 دوت السيرفر بتاع 111 مثلا، السبنت ماسك 255 255 255 0. يبقى احنا دلوقتي ده الاي بي اللي هنستعمله. ونيجي هنا في السيرفيسز، بتختار له بقى السيرفيس اللي انت هتحتاجها. نخلي بالنا بقى من نقطة مهمة جدا جدا جدا، يكاد يكون في المواضيع اللي احنا شرحناها في الفيديوهات اللي فاتت في موضوع الفيرتشوال سويتش، يكاد يكون ما قابلناش اي تعارض خالص او اي اختلاف بين ان انت تكاري الفيرتشوال ماشين بورتو جرو او تكاري سويتش جديد او الكلام ده. يعني مفيش اي اختلاف ان انت لو عملت الكونفيجريشن من الاس اكس اي دايركت او لو انت عملت الكونفيجريشن من خلال الفي سنتر. كنت بقول لك الاثنين زي بعض مفيش مشكله. طب الفيم كيرنل هل ينفع اعملها من الاس اكس اي دايركت؟ هقول لك اه مفيش مشكله، لكن في بعض السيرفيس لازم تعملها من خلال الفي سنتر. زي ايه؟ زي الفي سان. يعني احنا مثلا كتبنا هنا في سان، وانا قصدت ان احنا ناخد مثال الفي سان عشان كده. هتلاحظ ان تحت مفيش حاجه اسمها في سان. ليه؟ لان عمليا اصلا الفي سان كسيرفيس ما يعني استحاله ان انت تستفيد من فكره الفي سان كفيتشر مهمه جدا عن في الفي سفير الا بوجود في سنتر، لان لازم يبقى عندك اكتر من اس اكس اي وبتعمل بينهم كلاستر وتستعمل اللوكال هارد ديسك كشيرد ستوريج. يعني طبعا ده هنشرحها ان شاء الله قدام شوي. فعلشان كده هتلاحظ ان انت في بعض السيرفيس هنا مش موجوده. شوف احنا عندنا هنا كام سيرفيس؟ حوالي 6، دول اللي متاحين. يعني الفي موشن الخاص باللايف مايجريشن اه تقدر تعمله من الاس اكس اي دايركت. مثلا موضوع المانجمنت اللي هو الاس اكس اي مانجمنت، الريبليكيشن مثلا والفول تولرنس ده كله موجود، انما مثلا الفي سان لا مش متاح. طيب انما لو رحنا بقى نجرب الكلام ده من الفي سنتر دايركت، ندخل كده على الفي سنتر بتاعه ونيجي على الهوست اللي هو ال 111، ونيجي هنا في الاد نتوركنج او في الايه في الفيم كيرنل ادابتر، اقول له اد نتوركنج ونشوف كده الايه الاختلاف. الانترفيس مختلف بسيط بشكل بسيط. يعني هختار هنا، احنا لما كنا في الفيديو اللي فات مثلا عايز تكريت فيرشن ماشين بورت جروب كنت بختار ده، لا انا هنا اختار اللي هو الفيم كيرنل نتورك ادابتور. وده اللي بيقول لك خاص، شوف التعريف بتاعه موضح لنا الفكره، يقول لك ده خاص بيهندل بعض الترافيك للاي 6 اي سيرفيس. يعني سيرفيس خاصه بالاي 6 اي زي ايه؟ زي الفي موشن اي اس كاس ان اف اس فولتر اف سي سي اي والفي سان. طبعا كل الكلام ده هنشرحه اصلا، يعني غالبيه السيرفيس دي هتقابلنا ان شاء الله. طيب لو عملنا نيكست بيقول لك هتستعمل اكزيستنج نتورك، لا انت هتستعمل اكزيستنج نتورك دي هنشوفها بعد كده، دي لما بيبقى على المستوى الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش. انما احنا الان هنستخدم اكزيستنج نتورك عليه على ستاندرد سويتش. يبقى هتعمل براوز وتحدد له انهي سويتش هتختار. هقول له مثلا على فرض استعمل سويتش 2 مثلا، زي ما تحب اي واحد حسب البلان بتاعتك والديزاين. جميل، انا اخترت له السويتش دلوقتي اللي كاريت عليه الفي ام كيرنل بورت. فبالتالي يعني ايه اللي هيختلف لو انا خدت سويتش 0 او 1 او 2؟ لان هيطلع الترافيك دلوقتي من هنا اب لينك، يبقى انا دلوقتي لازم اكون محدد له الترافيك هيطلع كده من الاب لينك او الفيزيكال نتورك ادابتر اللي بيكونكتوا على الفيرتشوال سويتش 2، ونقول له نيكست. اه نيجي هنا، يعني لسه بقى نشرح اللي فوق ده. شوف تحت هنا كام سيرفيس موجوده، ادا 1 2 3 4 5 6 7 8، حوالي 8 تمام. منهم مدى الفي سان ظهرت هنا معانا، انما في الاس اكس اي دايركت لا، كان هم حوالي 6 بس وما كانش موجود فيهم الفي سان. لكن ده يكاد يكون الاختلاف الوحيد، يعني ان في بعض السيرفيس في الفي ام كيرنل ما بتبقاش ظاهره بالنسبه لنا على الاس اكس اي دايركت. لكن انا زي ما قلت لكم يعني في الواقع العملي يكاد يكون بنسبه 95%، ما دام الفي سنتر عندك موجود يبقى هو اللي هتستعمله على طول في كل الكونفيجريشن، حتى لو الكونفيجريشن ده تبقى على المستوى اي اس اكس اي لوحده، لكن مش هتفتح بقى كل انترفيس للاس اكس اي وتشتغل عليه، ما دام الفي سنتر موجود عندك هتستغله. طيب نعمل بقى نفس الكونفيجريشن اللي احنا كنا هنعملها، ان احنا حابين نعمل انيبل للفي سان. فبدل ما انا هعملها من الاس اكس اي دايركت نكنسلها خالص، وهاجي اعملها من خلال الفي سنتر زي ما شفنا. طيب هسميها ايه؟ النتورك ليبل، يعني الاسم اللي هيبقى ظاهر عندك. هنقول مثلا في سان في ام كيرنل بورت مثلا. طيب نفس الفكره، ادا الفيلان اي دي، لو انت عندك فيلان اي دي خاص بيها تكتبه. هتستعمل اي بي فيرجن 4 ولا اي بي فيرجن 6 ولا اي بي فيرجن 4 ولا اي بي فيرجن 6؟ انا اقول له هيستعمل اي بي فيرجن 4 بس، الام تيو بتاعنا 1500 وهو واخد
واخده بالسويتش على طول. نيجي بقى للسيرفيس اللي هنعمله، هقول له مثلا ايه انيبل الفي سيل. طيب طبعا خلي بالكم في نقطه، ممكن حد يقول لي هل ينفع اكريت او انيبل نفس السيرفيس او الفي ام كيرنل بورت اكتر من مره على مستوى الاي 6 اي؟ هقول لك بعض السيرفيس بتقبل كده وبعضها لا. يعني الفي موشن مثلا لو عملت له انيبل مره ما تقدرش تعمل له انيبل تاني، هو يعني عمليا مش هيبقى لها فايده، بس يعني عشان بس ايه احيانا الموضوع ده بيتسال. انما مثلا حاجه زي الاي 6 اي مانجمنت ممكن تعمل تضيف اثنين اي بي مختلفين، لو استعملت اي واحد فيهم تقدر تكونكت على الايه الاي 6 اي ما دام كل واحد عامل له في ام كيرنل بورت. طيب فاحنا بس لو جينا عملنا انيبل للفي سان نيكست، هنيجي للخطوه اللي بعدها، هل هياخد الاي بي اوتوماتيك فبالتالي من دي اتش بي او هياخد اي بي فيرجن 4؟ يعني الاي بي هيبقى ستاتيك زي ما قلنا، مثلا كنا هندي له الاي بي 10.10.10.111، السب نت مسك بتاعنا 255.255.255.0. بعد كده عندك هنا في نقطه، احيانا يعني في الحاله دي هو ممكن محتاجش جيت واي، ده لو انت شغال لير 2 خلاص او نتورك يعني عندك بسيطه، لكن احيانا ممكن يكون شغال لير 3 او اكتر من لوكيشن، فاحيانا تحتاج يبقى لازم كاتب الجيت واي. فهنا اللي بيحصل هو خد الجيت واي بتاع الاس 6 اي مانجمنت اللي هو عامل ايه، ان هو مش هاخده. طب لا انا عايز اجبره انه ياخد الجيت واي بتاعي، يبقى في الحاله ده اقول له اوفر رايد واكتب له الجيت واي بقى اللي هو المفروض خاص بالسبنت بتاعي، اللي هو مثلا على فرض 10.10.10.1. الدي ان اس طبعا ثابت لان هو جايبه منين؟ من الدي ان اس اللي احنا اديناه للاس 6 اي في الكونفجريشن الاولانيه اللي احنا كنا عملناها قبل كده. نقول له نيكست، ده السامري بتاعنا، الاسم النتورك اللي هو الفي ام كيرنل اللي احنا عملناها هتبقى انيبل على الستاندرد سويتش اللي اسمه في سويتش 2، الفيلان اي دي ما فيش فيلان اي دي، كل السيرفيس اللي احنا عملناها دلوقتي كلها هي ديسيبل ما عدا الفي سان انيبل، وده الاي بي هات اللي احنا استعملناها. ونقول له فينش، في ثانيه واحده على طول كريت لنا الفي ام كيرنل بورت الجديد. لو جينا كده على اليمين هتلاقي ايه الانيبل سيرفيس عليها، في سان. طيب ولو انت جينا عملنا كده ايديت عليه هيطلع لنا كل التفاصيل اللي احنا عملناها بالاي بي، لان انت معرض ان انت مثلا بعد فتره الاي بي اتغير او كده، او عايز تعمل له ديليت خالص، كل الاوبشن بالنسبه لك متاح هنا. عايز تعمل له ريموف، تعمل له ايديت، تغير الاي بي، الكلام ده كل ده متاح. المفروض لو رحنا على الاي 6 اي نفسه وعملنا ريفريش المفروض على طول السيرفيس تظهر في الفي ام كيرنل. ظهر عندنا في ام كيرنل جديده الفي سان واخده الاي بي ده حسب البلان بتاعتنا وحسب الديزاين. طبعا هو البيست براكتس من في ام وير كل في ام كيرنل سيرفيس تبقى في اي بي في سب نت مختلف. طيب نفس الكلام نعيده تاني مثلا على اس 6 اي تاني، لان احنا قلنا ايه الفي ام كيرنل دي بالذات سواء استعملت على ستاندرد سويتش او ديستريبيوت سويتش هي بتتعمل هوست بالهوست. ليه؟ علشان تحدد الاي بي الخاص بكل هوست، مش زي مثلا البورتو الفيرشوال ماشين بورتو جروب. الفيرشوال ماشين بورتو جروب لو على ستاندرد سويتش يبقى لازم تكريتها على كل هوست، لو بتستعمل ديستريبيوتد سويتش لا، هتحتاج ان انت ايه في الفي ام كيرنل في الفيرشوال ماشين بورتو جروب على ديستريبيوت سويتش بتكريتها مره واحده وبعد كده على طول بتروح على كل الاي 6 اي، انما الفي ام كيرنل لا، هتكريتها اي 6 اي بي 6 اي. ليه؟ علشان لازم اديله اي بي خاص بيه. فهنا نفس الطريقه لو حبيت اضيف في ام كيرنل اقول له اد في ام كيرنل ادابتور نيكست، هستعمل على الستاندر سويتش. طيب نعمل براوز عشان نحدد له، اقول له في سويتش 0 السويتش الوحيد اللي عندنا. لو انت عايز تكاري سويتش جديد تقدر تقول له نيو سويتش هنا وتكريت على طول دايركت، ما فيش اي مشكلة. نيكست هنا برضو السيرفيس هقول له مثلا احنا عملنا نخليها نفس الاسم اللي احنا عملناه هناك في سان في ام كيرنل بورت، ما فيش اي فيلان اي دي، هنستعمل اي بي فيرجن 4 ونعمل انيبل للفي سان نيكست ونكتب الاي بي مثلا هيبقى الاي بي 10.10.10.112. هتلاحظ هنا في الاي بيات انا بعمل ايه، وده برضو في التفاصيل صغيره بتبقى في الديزاين بس بتخلي الشغل بتاعك يبقى منظم واريح جدا ليك بعد كده. ان احنا ايه اللي عملناه، ان الاس 6 اي
كان الاي بي بتاع المانجمنت كان 192.168.112. لما انا جيت اعمل الفي سان اديته الاي بي كام؟ 10.10.10.112. يبقى انا دلوقتي بغير ايه؟ بغير الجزء الاول بس بتاع الاي بي، انما الخليه الرابعه او الاولى من على اليمين هي اعتبر دلوقتي ايه؟ واخده نفس الاي بي بتاع الاستكس اللي هو كام؟ ال 112. ده على فكره بيخلي ال يعني تبقى انت كده تقدر تعرف الايباد بتاعه الهوستس اللي عندك بسهوله. يعني دي برضو من الحاجات اللي يعتبر ايه في الـ في الـ في الديزاين، في الحاجات دي بتريح الشغل معاك بعد كده وتخليه اسهل كتير. السبنت ماسك بتاعنا زي ما احنا عملناه هناك 3255، قلنا لو عايز تغير الجيت واي طيب نكتب 10.10.10.1 نيكست. شوف ده السمري بتاعنا، فيسان على السويتش 0 مثلا في حالتنا، انيبل للفيسان سيرفيس ونقول له فينش، اتكريت معانا في ام كيرنل. في الواقع العملي احتياجك بقى زي ما قلنا ان انت هتكريت في ام كيرنل بورت ولا لا. زي ما قلنا هو باي ديفولت انت عندك في ام كيرنل بورت للاس اكس اي مانجمنت، هو ده الحد الادنى بتاع احتياجك في اي مكان. طيب الفيسان ده هل ضروري ان انا اكريته؟ اقول لك لا، ده انت بتكريته لو عايز تشغل السيرفيس بتاعت الفيسان اللي هي الفيرشوال ستورج، ودي هنشرحها قدام بالتفصيل. يعني دي نسبه احتياجها في الواقع العملي مثلا 20% بالكتير يعني. انما مثلا في سيرفيس زي الفي موشن مثلا اللي هو هنا الفي سفير في موشن دي خاصة باللايف مايجريشن، دي مهمة جدا جدا يعني اكاد يكون بنسبة 100% لازم تلاقيها في اي مكان لان دي مفيدة جدا. انا مرضيتش ان انا اعمل لها انيبل دلوقتي علشان لما نيجي ناخد الموضوع بتاعها ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنبقى نعمل لها انيبل ونشرحها بالتفصيل. احنا بس كان الهدف النهاردة ان انت تفهم الكونسبت العام بتاع ان انت تكريت فيرتشوال ماشين بورت جروب ايا كان بعد كده اللي هتكريتها دي في موشن ايس كاز ان اف اس اف سو اي فول تولرنس في سان او غيرها مش هيفرق معانا، هي نفس الكونسبت. يعني هيجي لك يقول لك احنا اشتغلنا بسيرفيس والسيرفيس دي معتمده ان لازم يكون مثلا في عندك ان اف اس في امكن البورت انيبل على الاس اكس، خلاص هشغلها لك تمام. هي نفس الايه الخطوات، نفس الكونسبت اللي احنا طبقناها دي. بعيدا عن بقى الكونفيجريشن الخاصه بالسيرفيس اللي انت هتحتاجها بعد كده، الان اف اس ديت يعني هتبقى شغاله ازاي ولا الفول تورس ده شغال ازاي، دي نقطه تانية موضوع تاني. لكن انت حققت البري ريكويزيت للسيرفيس دي من ناحيه الفيرتشوال سويتش اللي موجود عندنا. طبعا زي ما قلنا من شويه اي في ام كيرنل بورت موجود عندك انت في اي وقت تقدر تعدل الكونفيجريشن اللي موجوده فيه، تعدل الايباد بتاعته بكل بساطه. يعني لو عملت سيلكت لاي مثلا الفي ام كيرنل ده هتلاقي هنا مكتوب كل السمري بتاعه الكلام ده، الاي بي هنا التفاصيل بتاعته على طول، ده كل اللي موجود فيه. طبعا مفيش مثلا اي بي فيجن 6 مستعملينه، دي البوليسز دي جزء ادفانسد شويه مش هناخده دلوقتي. فهنا هتلاقي كل التفاصيل دي. طب انا حابب مثلا اعدل الاي بي، الغي حاجه معينه، عادي خالص تقدر تعمل اديت وتغير اللي انت عايزه. مثلا الام تيو ده تغير تقدر تعدله، الاي بي نفسه تغيره اشتغلنا في صابن التاني او كده تقدر برضه تغيره بكل بساطه. الموضوع فليكسبل جدا 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 بالنسبه لك. عايز تدلته خالص تعمل له ريموف، مفيش ايه اي مشكله. ده كده الفكره الخاصه بازاي نكريت في ام كيرنل ادابتور او في ام كيرنل بورت على مستوى الفيرتشوال ستاندر سويتش. طبعا زي ما احنا قلنا كبيست براكتس على الاقل ان يكون كل في ام كيرنل بورت في سبنت مختلف وفيلان مختلف. طيب الافضل من كده لو انت تقدر تجمع الفيرتشوال في ام كيرنل بورت على سويتش مختلف. بمعنى ان احنا عندنا مثلا دلوقتي على فرض ان احنا هنحتاج ان احنا نينيبل او بالفعل في اللي هي المانجمنت الاس اكس مانجمنت يا باي ديفولت انيبل، وهينيبل كمان مع حاجه زي الفي موشن. في موشن تقول لك لو انت تقدر تجمع الفي ام كيرنل سيرفيس دي على فيرتشوال سويتش خاص بيهم، يعني مثلا تجمعهم على الفيرتشوال سويتش 0 وتعمل سويتش تاني مثلا فيرتشوال سويتش 1 يبقى هو ده عليه الفيرتشوال ماشين بورت جروب، يبقى انت كده عزلت الاس اكس اي سيرفيسز على فيرتشوال سويتش
وخليت الترافيك بتاع الفيرشوال ماشين على سويتش تاني. ده الافضل، وده بقى اللي هو البيست براكتس اللي المفروض اصلا يتعمل. لكن احيانا بسبب ان فيه ليميتيشن زي ما قلنا في عدد الفيزيكال نتورك ادابتور، فمش هتقدر تكريت اكتر من فيرتشوال سويتش، فبتخلي سويتش واحد عليه كل شيء. بل الافضل من ده كله، لكن ده بيبقى فيه صعوبه في تنفيذه شويه، لو انت عندك بقى مثلا عدد فيزيكال ادابتور كتير، تطلع الاس اكس اي مانجمنت على فيرتشوال سويتش خاص بيه، يبقى هو ده كده وحيد ليه. تطلع لو عايز تعمل مثلا انيبل للفي سان، يبقى على فيرتشوال سويتش لوحده وتنيبل للفي ام كيرنل للفي سان، وتعمل سويتش ثالث مثلا عليه الفيرتشوال ماشين بورت جروب الترافيك الخاص بيه. ده الافضل، لكن في سيناريو زي ده تلاقي نفسك محتاج على الاقل 3 4 فيرتشوال سويتش، وكل واحد عليه 2 فيزيكال ادابتور، لانه قلنا على الاقل يكون في 2 عشان يبقى فيه ريدندنسي. فاحيانا الموضوع ده ممكن يبقى فيه صعوبه ان يكون عندك مثلا 6 او 8 فيزيكال نتورك انترفيس على الاس اكس اي الواحد، فهتلاقي فيه صعوبه. لكن لو انت عندك العدد ده 6 او 8 فيزيكال ادابتور، يفضل ان انت تعمل كده، قسم السيرفيس بتاعتك. ده افضل شيء، وبيخلي مفيش لود عندك في النتورك، وليها مميزات كتير جدا في البرفورمانس عندك. لكن مش متاح الكلام ده، تقدر تجمعهم على سويتش واحد او اتنين حسب اللي متوفر عندك. ده طبعا تفاصيل، يعني انت مش مطالب في المرحلة الاولى او في المرحلة الحالية يعني ان تدخل فعلا، ان دي خاصة بالديزاين اكتر منها. فلكن كمعلومة سريعة كده من ناحية ايه البيست براكتس في عملية الكونفيجريشن الخاص بالفيرشوال سويتش. نفس الكلام ده سواء على ستاندر سويتش او ديستريبيوتد سويتش، هو نفس الكونسبت. ده كان موضوعنا النهاردة، واتكلمنا في ازاي نكريت فيرتشوال ماشين في ام كيرنل بورت على مستوى الستاندرد سويتش. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنشوف موضوع الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش. السلام عليكم.